فبدأت صوتها خالص. امال ايه هب في يا بنتي؟ ايه اللي ايه دي؟ يا حبيبي انا مش شايفاها. ورحت الجدي بخينا. يلا فين الاغاني؟ فين الدنيا؟ فين الهيصه؟ ايه الفرح هيخرب ولا ايه؟ الفرح هيخرب خالص. وهنغني وهنادي وبص هنخرب. طب ايه يا ابني؟ يلا خش قول. يلا ها يلا قول. اقرا لك عامله لي في فين؟ يلا غني. هو ده صوتك؟ هو ده الفرح اللي هيخرب؟ الفرح هيخرب فعلا. الف شكر. اسمعوني لما اغني. بجد ولا هزار؟ بجد؟ خلاص هزار يا جماعه. هو هيقول كلمتين مهمين قوي انا كنت عمال احفظ فيهم دلوقتي مش عارف اقولهم. ركان الموزع بوم 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 ضرب نار. وكريم ليك بجد كريم السباغ هو اللي عامل تبدا حكايتي طبعا، وهو اللي ملحن الاغنيه ضرب نار. لو عجبتكم اتمنى تشكروني جدا على اللحن بتاعي والتوزيع بتاعي بالظبط. وكلمات مين؟ كلمات مين؟ عشان مش حافظين بصراحة. حسام مين؟ حسام شوقي الشاعر. اوكي حسام مين؟ حسام شوقي. خلاص عرفنا كريم السباغ يا جماعة. اللينك بتاعه في القناة بتاعته اللي بيغني عليها دايما لايفات بقى والاغاني بتاعته، وتبدأ حكايتي بيغنيها لايف وكل حاجة هتلاقوها في الديسكربشن تحت. خشوا الديسكربشن واعملوا اشتراك في القناة عشان يعني غلبان معلش عايزين نزعل. معلش ادوا له شوية كريم. لو اول مره يوصل لك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا علشان نكمل الاثنين. معلش معلش ممكن اقول لهم انا؟ لو وصل لك الفيديو ده ما عملتش اشتراك في القناه خش دلوقتي حالا اعملوا اشتراك في القناه ولايكس كتير واعملوا زر الجرس ده اهم حاجه عشان هيجي لك اشعار كده اما سامي نزلت فيديو. ايه ده قربت دي على كام دلوقتي على اليوتيوب؟ قربنا على 2 مليون. اخو اخت بموت فيكم. ربنا يخليكم لينا. يلا بقى علشان عايز اسجل وقعدنا نحرق كتير. اوكي يلا بينا. يلا 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 يا جماعه. كريم دلوقتي داخل بيحفظه طبعا رب يكون ميسنا بميسا. ارجع تاني ورا كان كده وبيقول له بقى كلمه وحليم يقول يعني يلا يلا. طب عايزين نشوف انتوا بتعملوا ايه. ها لا انا مش سامعه. يلا ارجع تاني يا ركان غني الاغنيه. يلا تيا من اول ما الاغنيه اشتغلت وعماله تهيس لحد ما خلاص تعبت خالص ومصدعه. تيا خليكي مكانك. اي لاف يو. نهاية الطعم الحوار. انا هاكلها زي ما انا بقولها كده بالظبط. مفيش في حاجات عبيطة. تاني مش عاملة لي فيها زيت ودوشة وزنبة. مفيش في حاجات عبيطة. في الهيفا بتعمل حوار. بيحاول يظبط الصوت. ايه يا فنان؟ زي الزفت. الصوت ايه؟ هتسيبني وتطلع حفلات؟ طبعا يا جماعة احنا بنشغل براحتنا وبنشغل اغنيتنا من غير حقوق فبراحتنا جدا 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 جدا. الاغنية مش هتتقفل عشان دي بتاعتنا. صح؟ المشكلة هنا ان انا مش حافظ قوي وصوتي مش حلو. باي باي. ايه والله صوتي حلو؟ اه والله. طب وقف والله بجد؟ حلو. رافع من معنوياتي. سامحني. ايه ده القفلة دي بجد المرة دي؟ طبعا يا جماعة ركان عشان بنصور عنده وبنغني عنده وبيسجل لنا فصارف ومكلف عمال يجيب لنا كيت كات وبيبسي وحاجات كتيرة. كيت كات دي يا جماعة محدش يعني ما انصحوش حد ياكلها خالص. طب ما وحش قوي. عارف انت الشوكولاته اللي هي البلدي اللي هي بتتجاب من عند العطار دي اللي هي في المترو او ايه؟ في القطر؟ في القطر. هي دي بتتباع في القطر اقسم بالله طعمها بربع جنيه. يعني 4.5 جنيه فل قوي عليها. يلا هنقعد. يلا يلا يا باشا يلا يا بيه. عشان تمسك الطبعه نقول ايه؟ ايه معلش؟ انت بتقول ايه؟ ثانية 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 ثانية. هو قال لك علشان تمسك الطبعه تقول اه. اوه اوه لا كده اوه ربي يكون انا في النكاد ماليش. انا في النكاد ماليش. هو احلى طبعا. سيبني اقولها. انا في النكاد ماليش. لا 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 في لازم تنكدي. حاضر. لا 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 لا. وطبعا دلوقتي جه ميعاد اموله علشان تسجل. جاهزه يا اموله؟ طبعا انا نص اللي انا سجلته بايظ علشان صوتي اصلا ضايع. اه خلاص. ركان في امل؟ اه. كريم في امل؟ طبعا ان شاء الله. يعني انا رحت فين؟ اكيد في امل. والله دمي خفيف. والله تسمعهم صوتي الكروان والله. يلا. الحين. الحين تسمعهم. يلا يا ستي عشان. طيب اكبر الخط طبعا عشان اشوف. يلا عمال يهب فيا وبيضحك فيا.
بتعصب علي يا حبيبي انا مش نافي وقت الجذبه بخينا تمام تمام كده ركزي معايا خمسه طب اقفل صوتها خالص صور القمر انا بتكسف عمال ايه في يا بنتي هنلعب والله ايه صوت الخرا ده ايه صوت ده واي واي صوت الخرا ايه السعاده اللي فيها دي يلا علشان يلا علشان نروح وبيتعصب عليا عمال يهز في ايه اللي ايه اللي يلا يا بنتي علشان اه ثانية أولى اهو عمال يهب فيك وبيتعصب علي يا حبيبي انا مش هفيها وقت الجدبة بخينا مرة كمان مرة كمان مرة كمان عمال يهب فيك بس عمال يهب عمال يهب فيك يا جماعة صوت اللي شغال ده والله العظيم بس لاعبين فيه عمال يهب فيه وبيتعصب علي يا حبيبي انا مش هفيه وقت الجدبة بخير قولي كده بس هي دي رقصة الاغنية انا بكلمك يلا باي 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 فلنكتفي بهذا القدر الجميل فلنكتفي بهذا القدر طبعا احنا بنحاول يعني نعمل لكم حاجه ان شاء الله تبقى جميله للفرح يعني احنا لسه بنسجل ده جايد مبدئي دي هتبقى مفاجاه في الفرح محدش هيتوقعها طبعا هنزلها لكم كل التجربه احنا طبعا بنرمي الاول الصوت عشان بس الناس ما تقولش صوتك وحش قوي للدرجه دي فيعني حمسونا شجعونا حفزونا و... لسه الفيديو فيه ان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى حلو انا متفائل لان احنا تعبنا علشان نعمل ده بالتالي ربنا اكيد مش هيضيع تعبنا ده يا جماعه على خير طبعا عايزين نشكر كريم واقف يعني مستخبي ومكسوف اخويا بصوت حلو اللي هيكسر الدنيا قريب بلا صوت حلو بلا بتاع هو التاني فين ابو صوت وحش قوي اللي هنخليه ولحد هنا هننهي الفيديو بتاعنا استنونا في فيديوهات تانية طبعا احنا من النادر جدا ان احنا نصور فيديو بالليل طبعا صورنا ان احنا اللحظه الجميله دي رحنا طبعا الاستوديو علشان نصور ونسجل ونعمل الكلام ده كله بس ان شاء الله في كلام حلو قوي جاي يعني عايزكم تتابعوا بقى سلسله الفيديوهات اللي جايه علشان دمار شامل جاي لحد الفرح يلا خلي بالكم نفسكم استناكم فيديوهات جديده باي باي سعيد الكل خلي بالكم نفسكم انا هقول باي باي يلا باي 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 باي